بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سوف نبدأ إن شاء الله بشرح مادة التربية الإسلامية لطلبة الصف الرابع من الدرس 13، آيات من سورة الغاشية. بداية سوف نقوم بتلاوة الآيات الكريمة والمقرر حفظها من قبل الطالب. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. تناولت الآيات الكريمة الحديث عن اليوم الآخر وقارنت بين جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين. سوف نقوم إن شاء الله بشرح الآيات الكريمة. هل أتاك حديث الغاشية؟ هنا بدأت الآيات الكريمة باستفهام استنكاري تثير به الآيات الكريمة انتباه القارئ للغاشية، والمقصود بالغاشية هو يوم القيامة الذي يخشى فيه الناس ما يخشاهم من أعمالهم. وقد بدأت الآيات الكريمة بالحديث عن جزاء الكافرين. وجوه يومئذ خاشعة، فوجوههم يوم القيامة ذليلة لما هم فيه من العذاب. عاملة ناصبة، أي متعبة، فيظهر عليها التعب لكثر ما عملت من الذنوب والآثام. تصلى نارا حامية، مصيرهم النار شديدة الحرارة. تسقى من عين آنية، أما شرابهم فيها ماء مغلي شديد الحرارة. ليس لهم طعام إلا من ضريع، وأما طعامهم فمن شجرة شوكها مر. لا يسمن ولا يغني من جوع، أي لا يكسبهم صحة ولا يسد جوعهم. ثم انتقلت الآيات الكريمة بعد ذلك للحديث عن جزاء المؤمنين. وجوه يومئذ ناعمة، والمقصود بناعمة أي فرحة لما آتاه الله سبحانه وتعالى من النعيم. لسعيها راضية، يشعرون فيها بالراحة التامة. في جنة عالية، أما مقامهم فهو جنة عند الله تعالى. لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع في الجنة اللغو، واللغو هو الكلام الذي لا فائدة منه كالكذب والغيبة والنميمة وغيره. فيها عين جارية، أما شرابهم فيها فهم يشربون من عين ماء جارية لا تنضب، ومن ألذ أنواع الشراب. فيها سرر مرفوعة، أي يجلسون على سرر مرفوعة عن الأرض. وأكواب موضوعة، وأكواب بين أيديهم معدة للشرب. ونمارق مصفوفة، أي وسائد يتكأ عليها بجانب بعضها البعض. وزرابي مبثوثة، وأما عن مجلسهم فهم يجلسون على بسط فاخرة. ننتقل الآن إلى حل الأنشطة الموجودة صفحة 45. النشاط الأول، هناك أسماء أخرى ليوم القيامة، اذكر اثنين منها: البعث، الحشر، الحاقة، القارعة. نشاط 2، اشطب الحروف حروف الكلمات التي تمثل العبارتين الآتيتين، ثم استخرج كلمة السر وهي اسم من أسماء يوم القيامة. 1، معنى ناعمة فرحة. معنى ضريع شوك مر. أما كلمة السر فهي الغاشية. ننتقل
ننتقل الآن إلى النشاط الثالث الموجود صفحة 46. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أناقش أنا ومجموعة الأعمال التي تجعلنا من أصحاب النعيم وأدونه على السبورة. من هذه الأعمال الصلاة، الصوم، قراءة القرآن. ننتقل الآن إلى أختبر معلومات الموجود صفحة 47. اختار العبارات المناسبة مما يأتي وأضعها في صندوق ثواب المؤمنين. من ثواب المؤمنين الطعام اللذيذ وسماع الكلام الطيب. 2. أكون من الكلمات الآتية المشهدين الرئيسين في الآيات: ثواب المؤمنين وجزاء الكافرين. السؤال الثالث: ألون الآيات التي تتحدث عن الجنة وأهلها فيما يأتي. الآيات: ونمارق مصفوفة في جنة عالية فيها سرر مرفوعة لسعيها راضية. ننتقل الآن إلى الدرس 15 من أسماء الله تعالى العظيم. لو نظرنا إلى خلق الله سبحانه وتعالى من سماوات ونجوم وبحار وخلقه للإنسان وتفكرنا فيه لاستشعرنا عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته. وقد ذكر في القرآن الكريم ما يدل على عظمة الله تعالى. قال تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. والعظيم هو اسم من أسماء الله تعالى، ويعني أن الله تعالى له مكانة عالية وصفات كاملة. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس كباقي مخلوقاته، فهو أعظم منه لأنه خالقهم ومالك كل شيء والمتصرف به وحده. ومن مظاهر عظمة الله تعالى: أولاً، عظمته في ذاته، فهو متصف بصفات الكمال. ومعنى ذلك أي خلوه من صفات النقص الموجودة لدى البشر. فالله سبحانه وتعالى لا يأكل ولا يشرب ولا ينام. ثانياً، عظمته في خلقه من إنسان وحيوان ونبات. وتظهر عظمة الله سبحانه وتعالى في خلقه للإنسان أن صوره في أحسن صورة. وأما عظمته تعالى في خلقه للحيوان، فالله سبحانه وتعالى وهب للحيوانات سمات وخصائص تمكنهم من الهرب عند الشعور بالخوف من أعدائهم. وأما عظمته سبحانه وتعالى للنبات، فتظهر في تكيف النباتات للعيش في بيئات مختلفة، فهنالك نباتات مائية وأخرى صحراوية. والمسلم الذي يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى لا بد له من تعظيمه، ويكون ذلك من خلال: أولاً، الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى من طاعات وعبادات واجتناب نواهيه وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وثانياً، كثرة ذكر الله تعالى. ثالثاً، تعظيم كلام الله تعالى وهو القرآن الكريم، ويكون ذلك بتلاوته. وعندما يؤمن المسلم بأن الله عظيم يتحقق له بذلك: أولاً، زيادة إيمانه بالله تعالى. ثانياً، يشعر بفضل الله سبحانه وتعالى على عباده ويشكره على نعمه. ننتقل الآن إلى حل الأنشطة الموجودة في الدرس. نشاط 1 صفحة 49. قال الله تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. استخرج من الآية الكريمة ما يدل على عظمة الله تعالى: تعاقب الليل والنهار. نشاط 2 الموجود صفحة 50. أعبر عن عظمة خلق الله تعالى وتدبيره مستعينا بالصور الآتية. الصورة الأولى تظهر عظمة الله سبحانه وتعالى من خلال ظاهرة البرق والرعد وإنزاله لمياه الأمطار لتسقي الأرض وسائر الكائنات. الصورة الثانية تظهر عظمته سبحانه وتعالى من خلال أنه ميز الإنسان بالعقل الذي جعله مناط التكليف. نشاط 3 الموجود صفحة 51. أذكر مثالا على تعظيم الله تعالى بالجوارح الآتية. الصورة الأولى المثال:
النظر إلى السماوات والتفكر في خلق الله. الصورة الثانية أتوضأ وأسبح الله. الصورة الثالثة الاستماع لآيات القرآن الكريم. ننتقل الآن إلى أختبر معلوماتي صفحة 52. السؤال الأول أبين معنى اسم الله العظيم. العظيم هو اسم من أسماء الله تعالى ويعني أن الله تعالى له مكانة عالية وصفات كاملة. السؤال الثاني استنتج أثرين من آثار الإيمان باسم الله العظيم. 1- يزداد إيمان المسلم بالله تعالى. 2- يشعر بفضل الله تعالى على عباده ويشكره على نعمه. السؤال الثالث أبين كيف أعظم الله تعالى في كل موقف مما يأتي. ألف نادى المؤذن لصلاة الظهر وأنا في بيتي، أخرج للصلاة في المسجد. ب خرجت في رحلة في ربوع وطني وأدهشني منظر جبالها ونباتاتها وأرضها، أتفكر في خلق الله تعالى.